وصفك ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اشتل عنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيه قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في مثله. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، ولو بدي موت من الجوع رح احضر ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. بيتي ما عندي دش، وين بحضر المتوشي؟ شغلي بتسوي دلوش وما في متوشي بلوشي. بيتي ما عندي دش، وين بحضر المتوشي؟ شغلي بتسوي دلوش وما في متوشي بلوشي. استقبلني الدولة عم تستهبلني، وجاري كلبه مزعلني، وين بحضر المتوشي؟ لعبيني بطاباتك، تلعبك بطاباتي، تنلعب أحلى الماتشات وما تقولي عني واطي. جولاتك فاتوا فيي وصلوا عالأشرافية، فكرتك مع الألمان وطلعت برازيلية. استقبلني الدولة عم تستهبلني، وجاري كلبه مزعلني، وين بحضر المتوشي؟ عندك جاي تنقوم هالمقتاي، سرقتي لي كل الأعلام وتركتي للعصاي. شو بيفرق ميسي عني؟ بتحبي أكتر مني ولا رونالدو أو نيمار؟ عملتي لون طني ورني. استقبلني الدولة عم تستهبلني، وجاري كلبه مزعلني، وين بحضر المتوشي؟ ما حدا بيستقبلني الدولة عم تستهبلني، وجاري كلبه مزعلني، وين بحضر المتوشي؟ لك يلا جيت سي لبيب، لك روق شوي ماني مأخر سي لبيب، كنت مشوار هوني. لك عم جيب الحمار هذا من المدرسة. عيب سي لبيب. شوفي عيب ببول وحبار. خلص خلص روح طلعت يلا جاية جاية جاية.
قرب ولا قرب قدامي يخرب بيتك قد الشنطير بالسلابيب وافر بالسلابيب ليه؟ شو يعني شنطير؟ شنطير يعني حمار عيب عيب بالسلابيب ماشي الحال بألف عيب بالسلابيب طيب انت بتعرفني اخلاقي ضيقه وراسي ما بيحملني ها ويه عشو نطرتني ساعتين حضرتك ليش ما بتشرف تيجي مثلك مثل كل هالولاد بالعالم ليش ما بتيجي بالاوتوكار لانه الولاد عم يضربوني بالاوتوكار بالسلابيب عم يضربوه وي بالسلابيب فرانسوا هيدا عم ينقفني بالنقيفه مين فرانسوا خي ولا جون عم ينقفوك هيك بالنقيفه ماشي الحال في واحد اصغر اسمه جاك اندري ايه عم ينقفني بالقلم بيعمل هيك يخرب بيتك بيدير لهونيك ولا دير لهونيك عم بقلبك شو حمار عيب السلابيب بعدين عشو نطرتني ساعتين ليه تأخرت شو عاملين جوا بهالمدرسة كنتو كان عنا تياتر بالسلابيب مسرح ويه بالسلابيب وانت من امتى الفونس الك بالتياتر ما لانه اليوم اخر يوم بدرس بالسلابيب عملوا لنا تياتر شو عملت اعطيونا دوفر دو فاكوس بالسلابيب طيب وشو عملتوا مسرحية شو مسرحية البرنس انتو مين نحن كل الكلاس كل الصف بالسلابيب بالسلابيب شوفي غريغوار صاحبي اخذ دور شجره العمى وي العمى حدا بياخذ دور شجره يخرب بيتك شو حمار دور شجره اخذ وي بالسلابيب وانت اخذ دور شو شو اخذ دور حصان دور شو شوفال حصان بالسلابيب قال دور حصان وي بالسلابيب لازم يعرف دور الحمار شو هذا بالسلابيب هذا دور شو هذا؟ هذا حصان مسيو لبيب لا هذا حمار الفونس نو مسيو لبيب لا مبلا حمار هذا نو هذا دور الحصان مسيو لبيب لك يا حو ما مبين انا عم بقول لك هذا حمار لو الفونس شو بك انت مسيو لبيب يا خ لا ما حو مبين حو اشكره مسيو لبيب هذا حصان لحظه عن اذنكم عن اذنكم لحظه شوفوا لي هذا هذا شو راس شو هذا هيدا؟ ايه هيدا راس حصان عمو راس شو؟ حصان ايه روحي عمو عم تدبها بروحي روحي الراس شفت مسيو نبيل؟ شفت هيدا حصان مسيو نبيل؟ ليه هيدا راس حمار ما حدا جنني؟ هيدا راس حصان مسيو نبيل ليه شلحه شلحه لقلك شلحه 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 قرب وينو هيدا؟ قرب قرب ها عن اذنك يا اذا بتريد عفوا 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 شباب اهلا 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 حبيبي هيدا راس شو؟ ولا هو مبين راس حمار هذا لك العمى بقلبك انت وياه روح له روح يخرب بيتك بركب راس حمار بالسلابيب هذا لك ولا الفونس هذا لك بالسلابيب العمى بقلبك عمي امشي امشي خلصنا يخرب بيتك وبيت بيتك شو حمار وظف هيدل هيدل طلع شوي هيدل شوفي طلع شوي عايزك ضروري يا عادل شو بدك بخشانه لك طلع شوي عايزك ضروري يا عادل فيك تحل عني لك لا شو عم تعمل هلا مشغول شو عم تلعب لا بلاي ستيشن او شيء لا قاعد عند عبده شوي طلع شوي عايزك ضروري يا عادل تعمل لي مشكله اذا تاخرت طلع شوي يلا جاي جاي بخشانه جاي بدي اعمل لي مشكله يا عمي وحيد الله بقول له تعب بضل ساعه تيجي ليش بتطول تيجي يا عادل لازم تكون اسرع تيجي باسرع لما يكون واحد عايزك يا عادل شوفي ضلك انت شو بدك عايزك ضروري يا عادل شو في بخشانه هيدي دومينيك كثير صار عم بت شو صار كثير بدها تطلع تعمل لي مشكله يا عادل كيف يعني لك هي مطمزه راسها كثير صار مطمز هلا بدي انا اعمل لي اياها بالاخر للعبه شو في لك بدي عشي عم بتقلي بدي عشي ما بجيب لي عشي كيف قلت لي بدي عشي قلت لي جيب لي عشي اليوم جيب كيف كي بدي عشي عندي عزيمه عشا ايه عشي وبدي واحد يلف لنا اياهم حتى هدول ورق العنب ومدري شو ايه بدي هي تفتح مكتب عائري هلا نعم فتح مكتب عائري هلا ما تيجي تشتغل بلبنان قلت لي جيب لي عشي اليوم جاي عندها هيدا واحد بدها تعمل هي وشريكها هيدي راسها بالمره طيب شو بعمل لك انا بدي اتركها يا عادل ايه هلا متعرف على وحده بتعرف وين؟ وين؟ لك عندك شيء اذا ما عندك شيء بنط انا وياك بنشوفها بنجي وين؟ يلا ما عندي شيء روح بالبرازيل نعم هي بالبرازيل اوليفيا يا عادل لحظة عم تقلي نط انا وياك شو عم تقلي نط على الدورة لك عادل طب ما بدنا نشوفه ما نظبط حالنا يا عادل هلا بدنا نروح مشوار على البرازيل تشوف اوليفيا ولا خبرك خبري انا بيي هلا وين بيي بالبقيع
بي بالبقيع إيه؟ مسكر خطه قال ما حدا بيدق اتصل فيه بده له على جمعتين ثلاثه بالبقيع إيه؟ اه مرتاحين منه يا سمعان ايه هلا فين نروح على البرازيل نط نحن وياك ونشوف هاي الاوليفيا نفخ حاله في هيك من فوق هالقد كبير هي اسمها بس 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 قد الفلابيل تبع البرازيل إيه؟ وشقره وسمره طويله قصيره ناصحه ضعيفه بتجنني عادل شو المواصفات مغروم في يا عادل طيب اوكي هلا فينا نروح على البرازيل بنط على البرازيل بنتمول كوندومز نعم. هلا هونيك عم بوزعوا كوندومز ببلاش مليونين مدري 20 مليون ولا 3 ملايين مش عارف قديش الرقم ايه. تغرف قد ما بدك كوندومز كل الانواع كل الموديلات كل الطعمات بنروح بنتمول كوندومز على كل السنه عادي ونجي ونشوف الاوليفيا امشي معي عادل ما بدي اروح وحدي عادل طيب على البرازيل على البرازيل ايه. بس قل لي انت كيف تعرفت عليها الاوليفيا على الانترنت هذا الانترنت لحظه لحظه انترنت ايش اسمه الانترنت انترنت انترنت ايه عادل طلعت لي هيك اونلاين شفتها هيك صرت تعمل لي حركات وتعمل لي حركات هيك قلت له تعال عندي بدك تشوفني ضروري يا عادل هلا انت معك خبر وين البرازيل؟ ما بعرف شو عادل بشوفه على الخريطه بالريسك بتطلع اخر الدنيا بالريسك بالريسك بشوفه انا ايش بعرف له وين البرازيل هلا بنقطع بنروح بنجي وصلي رجعه ايه وصلي رجعه ما هي هيك لانه فشخه ايه بنعمل ايه بنعمل نحضر واحد في مونديال ما مونديال يلا نحضر ماتش حط شي عليك يلا امشي يلا 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 برازيل برازيل يا عيد عادل حلو البرازيل عادل حلو كتير بلاحظ انه ليك مثل اجواء لبنان كان رطوبتها بس هيجان كتير هيجان نعم البحر هيج انا شفته من الشباك طياره يا عادل انت اكيد بيتها هون حو بيت هذا ترابزين مصوره عليه بالزلط عم تعمل لي حركات هيك. بس بس وما هيك حاش بلا حركات يا جابي يا عين هذا هو ترابزين يا حو هون بيت عادل ها ايه بدي عيط لاوليفيا اوليفيا يا اوليفيتا الاوليفو يس الو هاي اوليفيا حبيتني شايف عرفتني كثير هاي هاي اوليفيا فينا نبلش دغري هلا وكل شيء ايش بك ما تهوش هالقد هو ار يو انا جابي اوليفيا جابي 69 ات هوت ميل وقلت لي يلا طلع لنا نعمل كل شيء وهيك قصص يو ار نوت جابي سكس لوك انا جابي وحيدك ايش بجيب لك اخراج عادي يا عمي نو نو يو ار نوت جابي كيف انا جابي وحيدك انا جابي وهذا بس هي صرنا يا اخي عبد الله احضر ماتش برازيل كرواتيا ما عم تقول منك جابي هلا وقت متوشي هذا روح ايش بدك نشوف شو قصتها مغيره كثير هيدا هي از جابي هي از جابي انا جابي وحيدك انا جابي نو يو ار لاينج عم بقول على جابي طارق مش وارد من لبنان لهون تقول لي مش جابي ويت ويت هير ويت 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 هير Don't move. يمكن بتفوت تشلحها وشي يمكن ايه بتتفرع انا بعرف انا بعرفها لانه غير منظر انا بعرفها لما تكون جابي عادل بابي شو عم تعمل هون بالبرازيل انا عم بعمل اول اللي عم تعمل انا جاي بتشوف اوليفيا اوليفيا ما انا كمان لما جيت على البرازيل تعرفت على اوليفيا وهلا مصاحبها معقول يا بابي بالبرازيل في 200 مليون بين كل هالملاوين ما تعرفت الا على اوليفيا معقول يا بابي اي نعم بعدين مع اساس انت بالبقيع شو جايبك على البرازيل مزبوط على اساس بالبقيع هو بالبقيع يا عادل ما خصكش اذا بالبقيع ولا هون انا كنت بالبقيع وقررت اني فرفش واجي على البرازيل وتعرفت على اوليفيا على كل حال مش الحق عليك الحق على هيدا عادل المنزوع ليك انت سبقني على لبنان حسابك معي بعدين مش هلي حسابي مع هيدا المنزوع هيدا لحظة لحظة سمعان انا شو خصني حق عليك يا عادل خلاص شو خصني انا يا بخشينة بتعرف شو عملت يا عادل تفضل ترى عملت لي مشكلة يا عادل اوليفيا يس فوت جيبي لي للفوتبول وات bring me my balls your what my ball my, your ball البول اللي هيدي البول البول يا البول يس يس ايش بقى مطالب سعيد لي خليك انت يلا باي بابي باي عادل الله لا يوفقك يا بخشين بالبرازيل كمان كم مره صرت قايل لك يا عادل ما بدي اياك تنزعلي يا لابني جابي مش بس بلبنان وبالبرازيل كمان شو ما بتفهم يا عم بقلبك شويت منك هين ها فراتيلي ديتاليا ايطاليا فيدستا فراتيلي جميلة صوفي هلكتيني كل الطريق صوفي عم غني شو عم تغني النسيد الايطالي انا بحب الطليان دم طلياني غرام السبيب الطليانية كل شي بايطاليا بحبه سباجيتي الباستا كل
شفتي قلتي بإيطاليا بحبه تبكي. الله يسعدني عليك، الله يسعدني عليك. إذا بتحبيه يعني مفروض تغني له نشيده. إيه بنيموم أنا وعلى بتزع نشيد إيطاليا لأنه. إيه ليش عم تشجع إيطاليا؟ لأنه نسوي مثل الحلوين. إيه. هيك زميل بدو هيك زميل مثل زميلة. آه ملعونة. أنتي مع مين؟ أنا بعرف. أنتي مع الصين. صين؟ إيه لأنه بيدو هيك إثار وعيونه هيك. ما حسنتي حياتي. أنا مع إسبانيا. مع اسبانيا؟ انت مع اسبانيا؟ بدك الاسباني يكونوا معك. تبسلي. الله الله ولك الله يا عم مثل الطليان، لك ثلاث طليان الحلو انت، لك هيدا وسخت الطليان، لك طلع 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 الطليان طلع. دوفي لا فيتوريا لا بورغالا كيوما. بس يسلم لي انا يسلم لي بس انا وياك مصدعت اليوم مع بعض يعني نحن هيك في شيء كثير اشياء مع بعض انكم ما اعوذ بالله فحلو فحلو لك وزن نحن هيك يعني انه نصدع ايطاليا ومثل بعض وحلوين مثل بعض لا شو رايك نروح هيك نشرب شي فنجان قهوه عشاء غدا انا مش مع ايطاليا لا مبالغ مع ايطاليا انت أنا مش مع إيطاليا ولا مع إيطاليا روح البسة رجع البسة رجع البسة ولا رجع البسة رجع إيطاليا شو صار لك هي تعي تعي مش جمع إيطاليا لولا مش جمع إيطاليا جمع إيطاليا ولا لا بلا جمع إيطاليا شو صار له ما بعرف شو صار له جن الصبي بعدين أصلا ما نوتلياني لبناني إيطالي كان بلا إيطالي كنت وانا إيطالي هو إيطالي يا حبيبتي منه يا حبيبتي منه بتعرفي ليه منو ايطالي بتعرفي ليه منو ايطالي لاني ليه لاني الدنيا كلها وضايت شو شو عورة وظفة هولي 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 برازيل احلى عدول شو هولي 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 لإلي يعني اه هي بيقولوا هولي شو عبس شو عدول حبيبي شو اول ماتش اليوم شو شو مين عم بتشجع كوستاريكا البرازيل مين بدي شجع منك شايف انت اللي من فوق لتحت حلو لك مثلك بتشجع ايطاليا 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 اسمه ايطاليا لا ايطاليا بدهم يطيروا من اول دور فشارت له بيقول لك مين في معنا كالامار فريد خوريو واقف شو واقف واقف اول بالك عم كفي لك لا 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 واقف واقف تفضل شو اني هول اكله 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 اللي تاكلك اكله شو أكل. مين كالامار لهذا المهاجم تبعهم اللي بيلعب ببرشلونه حد ميسي شو اسمه نايمار 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 كالامار صح اللي هو مين عم. فريد هذا ما بغلبت فيه هذا الرقم 9 تبعهم فريد 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 ومين خوريو محاري شو اسمه خوليو ايش قلت انا خوريو يا خوليو اوكي حبيبي عدو لكن مثلك انت شو لحق لي بروتيلي وما بروتيلي شو اسمه بروتيلي شو اسمه هذا بالوتيلي لا الاسمراني هذا ايه بالوتيلي لعيبه بس رح طيره عادي فشرت عدول ايه خايف من المنتخبين مين يعني مشخش من لي راسي ليك هن اصلا في كذا فريق كذا منتخب قوي في اثنين ما في غيرهم عادي مين جرمانيا واقف فايف شو مين مين جرمانيا مين جرمانيا جرماني اسمه عباس بالعربي شو اسمه كيف بالعربي شو المانيا المانيا جرمانيا يعني شو قصتك عادي بفكر فيها ندفع مين تاني برتغاز يا عين شو بقى مين برتغاز البرتغاز اللي بيلعب معهم هيدا شو اسمه برتغال اسمه نورالدو شو اسمه رونالدو 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 برتغال كيف برتغال شو بيحكوا شو لغتهم ايه شو بيحكوا اللغه تبعهم برتغيزي ايه برتغيزي يعني برتغاز عمى يا لطيف يا عادل بده يصير كرفان له اول ما له اخر عباس شو خص الكرفان؟ عادل انت ما رح تتعلم لغه ما رح تتعلم شيء شو خص الكرفان رح اقول لك شو خص الكرفان شو الكرفان, الكرفان هذا اللي بيحتفلوا فيه كرنفال 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 كرفان هيدي معك حق فيها اوكي بنزيحها على جنب كتر خيرك بدها تولع ريو دي جانيرو ريو دي جانيرو ريو دي جانيرو دي جانيرو دي جانيرو اضرب واطرح شو قصتك انت هونيك كله تبع السامبادا وما السامبادا سامبادا سامبادا ما هي سامبا يا لمبادا ما هني السامبا شو بيرقصوا سامبا ولمبادا
جمعتون سمبادا؟ صار بتصيب اثنين يا عدول حبيبي ما فيك بس تشوفني طالع طالع الانجليزي بتكسرني مقاديفه. المهم عدول لا اخلك هيدا يا ريت في هذا لعيب ما اجى منه على البرازيل. اي واحد؟ بيلي. بيلي؟ وحياة عادل عباس انت منك واعي له. لحظه لحظه كله حرفين عند غلبت فيهم. بيلي شو اسمه؟ اسمه بيلي. بيلي اسمه؟ مش بيلي. مزبوط بيلي لعيب ايه كثير مهم. هيدا الشامبينيون. هيدا شو؟ شامبينيون البطل. شو شامبينيون؟ لك البطل البطل يا عادل. شامبيون 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 شامبينيون شامبيون يا خي ما تعلمنا فرنساوي ماشي الحال شامبيون ماشي بيلي كله حرفين. كيف لقال لك اسمه المزبوط انت؟ اذا بدك اسم مين؟ لحظه لحظه اسمه لبيلي. انت بتعرف اسمه المزبوط؟ اكيد بعرف اسمه المزبوط. انا اللي بعرف اسمه المزبوط. شايف اذا بتقوله مزبوط بقتل حالي هلا. بقتل حالك؟ بقتل حالي هلا. اقتل حالك لكان. قول اسمه. ايدسون ارانتس دي ناسيمنتو. العمى؟ شو لكان؟ اقتل حالك واي سو يو جاكسس. تيجي تحضر عندي؟ ايه. ركبت بلاستر جديده. بلاستر؟ ايه. شو بلاستر ولا؟ الشاشه الكبيره. بلازما. اللي هي اتا تاتا برازيل. اتا اتا بارازيت. يلا بارازيت بارازيت. اوكي تاكس جيجي يلا عن جد تاكس. اوكي هيدي اخر مره بزل عندك. عمي عشو عم بتشاري هلا؟ مش مزبوط هيدا الست. شو في؟ اوكي وليش شو صاير معك؟ عشو عم بتشاري لك ساعه؟ ستي كثير غاليين الكالدوب. انه برضا يعني صار برضا صار ب 10,000. مش تجرسنا بقى. انه بطل في واحد يعمل فلوفلو يعني بده يغلوا عليك. طب خلص خاصة بليز ستي سوري هذا تبع البوز. انه هذا تبع بوز يعني بليز. خلص بقى بدك تخبي العالم كله انه جبنا كندا. ما حدا خصو تسأل عم بيسأل شو بدك فيه. قلت له هون استعمل شخصي اوكي. طب خلص خلص بقى حسن. شو بك؟ انت شو بك تتسبب بقى هذا؟ شو في؟ لحظة شوي شو حاطط على راسك؟ بضلة. ايه بس انه ليه ما عم بفهم ليه انت بتشجع ايطاليا؟ ليه بقى ايطاليا؟ انا كله شباب حلوين. في احلى منه شباب التليان؟ في احلى منهم. لا الاسبان. لا لا سوري شو رح تستفري؟ رح بقل. لا 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 كوتشي كوتشي الودة حلوة سابق سنه. الودة حلوة. هاي حد البن. هاي هذا بيعرفنا. اوكي هاي وزد. هاي تيتي. الو حبيبي سافا. هذا شو اللي حامله؟ شو اللي حامله؟ سوري هذا شو هذا شو السر؟ هذا المنتخب اللي بشجعه. شو منتظر؟ طقطق اخواص. لكن مثلك انت حامل لي ايطالي؟ اكيد انا مع ايطاليا حبيبي. ليه مع ايطاليا؟ لانه كله شباب حلوين حبيبه. اها اتبع انا مع مين حبيبه؟ هذا تيتي هذا على بين عالم شو بعرف هذا غانا. غانا؟ سوري وين هول؟ غانا غانا الهوا غانا. سوري بس هذا الشيء وين؟ هذا شو غانا؟ وزدي هولي قوية كثير وحمسين حمسين سوري وين سمعتك قلت هذا الفريق وين؟ بأفريقيا. ايه يقطع عبر كيف راح تنسوي؟ خليك تنصدم. خلص بتعرف شو؟ رح نقي لك انا فريق لا بليز قوي. انا بدي قال لا نو واي انت قال شو بدك فيه يا عمي؟ خلص انا بدي بعد انا بدي فريق قال انا رح اقول لك شو بدك تقلي له؟ سوري سوري انت بدك الفريق كله؟ انا بدي الفريق كله لانه قلها انا. اوكي طاقتك زهد وجدي بخ قطوا هل اوكي تحب تبخالي سوري جيجي سمعت شيء في مجال بقى توقفوا بقى مش معقول هبلكم بتلات صغار انا بدي فريق خلص خيي شجع فريق الكاميرون كاميرون؟ ايه كاميرون؟ هون شو كاميرون؟ كمان في ويا كثير انا بدي شجع الكاميرون ليش الكاميرون مشاركة؟ مشاركة عن جد عم تحكي؟ ايه مشاركة عن جد مشاركة؟ مشاركة انا بدي الكاميرون انا بدي الكاميرون خلص انا كنت جاي لعندك بس دقلا وقالوا لي انه معزومين على سهرة كثير قوية مشان هيك مجيت انا بدي الكاميرون لا انا بدي اروح انت رايح عند راغب انا تلفن لراغب دقلا راغب قلت له سوري كنت جاية بس انه خلصنا انا بدي انا مع الكاميرون بتعرف الله هلكوني لانه الكاميرون اطول اطول سوري نو واي تيتي شوفي الصومال مشاركين انا بدي الصومال انا بدي الصومال يا خي الصومال مش مشاركين منهم مشاركين خليك على الغانا كوتشي كوتشي كاتوشي يلا بقى تاخرنا سوسي يلا وظفك عباس عباس
ما عم بفيق. فريد اسمعني شوي، ما بيصوت قوم هيك بقوم منقوز، خليني فز جيب لك سطل مي مضلق هون عليه ضلا بقوم نعنش. شو رأيك؟ بقوم موضوع ضلا احسن من قوم منقوز هيك. بقوم نعنش شو لا لا خليني واعي يعني. كيفك توعي هلا؟ هلا وين بدك تلاقي سطل مي شنطفي؟ دبر حالك عباس. فريد ايش بك شي؟ لك شو جبني شي انت كيف طلعت؟ كان بدي واعيك شنطفي ما خليته، قلت له انا بوعي. لك شو فززتني تفزيز من محلي نقزتنا؟ شفت كيف؟ يا ريت ضلنا عليه الضلا. نروح نجيبه ولا خلص؟ خلص وعي. طب وعي عباس؟ شو في؟ ليه بعدك نايم لهلا؟ لك الساعة 7 الصبح، شو اللي بعدني نايم لهلا؟ العالم كلها فايت وراحت على اشغالها. لك يا خي ما عندي شغل. قاعد تشوف رزقها وانت نايم على بالك بال. يا خي حر بدي نام انا يا فريد، ليش جيت هلا وزعجتني هالازعاج كله؟ ضيقت مني شي عباس؟ لا ماني مضايق منك بس زعجت مني شي عباس؟ ماني مزعوج منك بس انت شو بدك مني قبل الضهر؟ ما عم بفهم. بدك تساوي قرشين عباس؟ شو بدي ساوي؟ قرشين؟ لك ما تبلش فريد الله يوفقها. شو قرشين شو؟ هيك لحظة قوم جلي ساعتك قوم احترمنا جايين على باب دارتك. تفضل شو قرشين شو يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم؟ ما مين عم تحكي؟ شو هن القرشين شو في هلا؟ شو بك كلان 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 شلطفة؟ ايه الله هيك يا استاذ عباس. نعم بدك تساوي قرشين؟ قرشين شو؟ قرشين نضاف. انخافشش تسمن طرق ضلبت بجوعك بكعب اجرك. قرشين شو يا شناطفة؟ قرشين نضاف. بشو يا خي بشو قرشين نضاف؟ خبره عنا تعليمي يا خي عنا تعليمي. شناطفة اجوته تعليمي بالفوتبول. بالفوتبول؟ هلا نبلش هيدا الكاس متاع العالم. كاس العالم ايه طيب. هيدا الكاس متاع العالم. كاس العالم. ما هو هذا الكاس تاعي كله العالم؟ هيدا هو كاس العالم. متاع العالم. متاع العالم. طيب شو إلي فيه انا هيدا بس؟ شو إلي فيه؟ وبعدين منين جاب التعليمة؟ والله شلطفة. يا عمي كنت انا بالاسطبل، انا واحد بالاسطبل، شو بصير؟ توع الخشبة من السقف. مورينا. مورينة الخشبة من السقف، بتجي على نص دين سلسلة ظهري. بتصحقني صحة. صحت وصحة. انا بصحى وصحى، بفوت واحد بخبرني تعليم، بيقول لي هيدي التعليمة جاية. انا شو بقول له؟ بقول له لا ما بدنا نجيبها. ها شفت كيف؟ بدنا شوية مصاري قرشين. قرشين نضاف حتى يلعبها. لا قرشين نضاف ولا قرشين غير نضاف. عباس نعم. هيدا الفريق الفوتبول نعم متاع الكاس العالم. طيب هيدا فريق فافوري طبعته بجيب مصاري وبيجي ما هيك شلطفة؟ صحيح. هذا فلتت شوط عم بقوله عنه عباس. شو قصتك عم تقلب لغة السبع على الفوتبول هلا؟ هذه في منا فافوري فلتت شوط. فريد من الاخر ايه؟ انا ما معي مصاري. انفخ باللبن يطلع لك موالين عباس. طيب شو معنى؟ روح نكتها هاي النكتة على غيرنا. لك ما معي مصاري صدقني ما معي مصاري. عينك من عينك بكذب. هون بتنكتهم على الناس ما ابو النواس. على ابو النواس؟ عباس ايه؟ اطلع بالمعلوم. فريد انت اكتر واحد بتعرف انه ما معي مصاري، مين عم تقول لي اطلع بالمعلوم هلا؟ انت كذاب منافي عباس. اني شو؟ كذاب منافي. شيل ايدك عم الخارق. ماني كذاب نافي. شفت النافة كيف بعيونهم مبينين شلطفة؟ صحيح صحيح. شيل ايدك وما معي مصاري وثبت اذا معي مصاري. والمصاري اللي دككهم بالاصبع. لك اني بدك اصبع؟ اني تعمل لي دك اصبع؟ منين بدي دك بالاصبع؟ ما مشحر معطر انا ولك يا فريد. انت مشحر معطر؟ مين قال لك دك؟ انت بتدين امريكا. انت بتسد العجز تاع امريكا. مين قايل لك انه انا معي مصاري؟ صاحبك. مين صاحبي؟ ديك المي الخرفان. عمي ابو رياض. ايه عمك ابو صرامه. عمي ابو رياض؟ لا ما تقول عنه هيك. عمي ابو رياض لم ما بخلص منه، لا هو مسافر ولا هو هون. ايه شو قايل لك؟ قايل لي يا عباس دككم بالعصبه، ما هيك قال شلطفة؟ صحيح صحيح. طيب لاقيهم لشوف مزح دككم بالعصبه. زيح لله. زحت لقلك، تفضل. شو هذا؟ وينها؟ شو هي من وينها؟ يا حية يا لطيف؟ يا عم لك مال العصبه لا هيك مال العصبه عباس. شو بيعمل فيها؟ شفتها فيه؟ شو بيعمل فيها؟ شفتها؟ ايه مزبوط. هيك وين انه؟ هيدي بتصيح فيها سمك هي. كذاب بنافي. يلا يا اول مية. الله لا يوف. خلاها؟ لا. يا حي يا حي. هيك كيف بدك تكون؟ يا حلي مزبوط دككم بالعصبة. شيل. تاركوا لاخرتي يا فريد. نفسك طويل. انخافشش. ناقصين وانا انفخ باللبن. 1850. صارف منه 15 دولار؟ اخذت 15 دولار منه هديك اليوم لانه رحت دفعت مشان هذا. صده. طيب شوف لي ما عاد في شيء؟ لا ما عاد في شيء هلا. الله لا يوفق. شنطفة صبادي لعند الزلمة. قول له القرشين معنا، حط هون هذا الفريق تاع كاس العالم. صح. ورجع لقينا لهون عند عباس. يلا طيران. كمان. ايه 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 عندي من احضرها عندي. فوت لقي من القهوة. ها؟
هلا بدك قهوة؟ صارت الساعة 7:15 بس. طيب. ما بدك شربنا شيء؟ ايه لك شو ايه رح يبلش الماتش وين هو هذا شنط في ما اجى بعد هلا بيوصل عباس نعم هذا الكاس متاع العالم ايه هذا كل سنه بيعملوه او كل شهر او شيء هذا كل سنه هذا بيعملوه كل 4 سنين اوف ايه شو لك اربع سنين عباس كل 4 سنين هول كم فريق بيلعبوا عباس بيلعب 32 فريق اوف لك ايه 32 شو قصتك اوف شو منك عارف هلا كل فريق كم لاعب معهم بأرض الملعب 10 جولار اوف ايه 10 جولار وفي 6 على البنش بيكونوا اوف او 7 اوف ايه منيح عباس نعم ابوي كان يلعب فوتبول عمي ابو ريال ايه عمك ابو سلامه لك حاش تقول عنه هيك بقى مخبرني هو قبل ايه ايه كان يلعب فوتبول عباس ايه ايه بس ما كان هو ايام التلفزيونات ما عشان هيك ما بيطلع له عنده افلام او شيء اه ايه مزبوط ليه بقى مصورين هو كان يلعب قديم ايه مزبوط قديم طح كان يلبس الكالسون العصبي تاعو ويلفوا لهم كعوكوا لهم يكبتلوا لهم اوراق وكل شيء ويشوطوها مزبوط زي الهبل بيقعدوا بيركضوا ورا بعضهم ايه ابوي مره جايب جول بواحد بكاس متاع العالم هو عمي ابو رياض؟ ايه وجول حلو؟ ايه ايه بس ما حاسبوا له اياه ليه ما حاسبوا له اياه؟ قال لانه ربطها عباس كان الواحد بس يجيب جول ما كان في تلفزيون يعيدوه يرجعوا الجول على البطيء شو كيف كانوا يعيدوه؟ كان هو اللعيب يرجع يضطر يعطوه الطابة يرجع يعمل نفس الشيء يعيدها هو على البطيء عماله يشوطها يشوطها محل مشاطها؟ قد ما هيدا الجولار جاي اللي بيوقف عوال بين الحدايد عارف وين بده يشاطها أول مرة أبويا قد ما بندوق نط على فرد ميلة مطرح ما شاطها أبويا قد ما هيدا غشيم رجع شاطها بنفس الميلة نط عليها هيدا الجولار جاي وسقاله إياها لك شو قصتك انت اضرب من عمي ابو رياض كمان بهالخبريه هو خبرني اياها طيب ماشي الحال هلا هلا وين هو هذا الشنط في هلا رح يبلش الفوتبول وصل اسعد فوت اسعد اهلين اسعد هات لنشوف شو هذا مش الحال مش الحال مش الحال ايه خلص اسعد الشنط في اسمه هيدا بعرف شو اني هون يلا هات علم كل واحد بيحمل العلم بتاعه عاشورة هنا على يلا على هون فريق عباس هلا بده يعمل قصه هلا كل مصرياتك عباس لحظة بده هلا بده يعمل مفاجأة فريق الفلبين لك هيدا عالم شو هاد؟ مين؟ فريق الفلبين هلا راح هو شناطي حط المصريات على فريق الفلبين؟ منتخب عباس شو عباس؟ منتخب الفلبين لك شو خص الفلبين بكأس العالم؟ هو شناط في الله هو اجى اعطاني التعليم الزلمة قال لي في الفلبين هو قال لك الفلبين؟ قال الفلبين لك كيف قال لك الفلبين؟ معقول؟ نطفي هو ما قال لك روح العبوا على هذا الفريق اللي عيونهم هيك صحيح العيون الفلبين لك ما الفلبين قصده يضرب منك لإله الله لا يوفقك ولا يوفقه قصده عن الفريق الكوري وين هيدا بالفلبين؟ لك ما خصوا بالفلبين دولة تانية هيك كوريا مش الفلبين هلا شو صار بالمصاري؟ عيونهم هيك تاع الكوريا؟ لك ايه كلهم عيونهم هيك خلص هلا بيربحوا لك مين بدهم يربحوا هلا إذا ربحوا شو جايين يعني؟ وين شو جايين لك كيف شو جايك؟ راحوا مصرياتي يلا مظبوط راحوا المصريات؟ هيقطع راحوا شو بدنا نعمل ده الحالي هلا؟ لازم نرجع لهم شو طريقة ما بعرف ما بيرجعهم هيدا ما بيرجعهم ايه يعني؟ معك 2000 دولار؟ لا ما معي 2000 ضرب طبل ما رجعلك مصرياتك خي ما معي ما كل اللي معي اخدتهم يا فريد شو اشبك انت؟ انت منافق عباس لك حاشت اني منافق وتحط ايدك عبر خالي رح تموتني قوم شو لطفة؟ ايه؟ في هيدي البلاطة مقابل الحمام هيدي بتشوفها هيك النقرة اقبعها في 2000 دولار تحتها لا دخيلك اوعى العبها بقلبك شو عرفك؟ ابو السلامة قال لي الله لا يوفقك ولا يكسب عمي ابو رياض وصفك ما وظفني مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير بس شافتني السكرتير اشتل عنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله وظفك؟ لا ما وظفني قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف لو وصف فيك الوزير البلد مثل ما شايف صاحبته توصت فيه قعدت حد وشرحت له you